على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة والأخوات، إن نظرنا إلى حياتنا وإيماننا وإخلاصنا سنجد عند الله سبحانه وتعالى درجات، وأن الأحكام والجوارح بالأصل يوافق بيننا، ولكن في الفروع قد تختلف حسب الظروف والمحيط والأسباب. Brothers and sisters, respected elders, generally speaking, when it comes to Islamic philosophy, there are foundational elements that are shared by each and every individual, and that these foundational elements are connected to the individual to a certain level, and these levels could change depending on circumstances. But in the end, when you meet God, there will be a continuous justification for all matters, depending on, again, individuality, which is extremely important. حينما نقف بين يدي الله إخواني وأخواتي سيحكم بيننا وسنأتي إليه فردا ويوضع لنا مواضيع القسط فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. So when people stand before God in Islamic philosophy, theology, it talks about how it teaches that indeed God is just, and that anything and everything, whatever it may be, on that day is rectified, is retributed, based upon the infinite wisdom of God, knowledge, mercy, things that are unfathomable in our temporal understanding. فهذا من أهم الأمور. فيقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو التابعي قال لعر الرجل أن يعمل الصالحات فمن أجله يدخل النار، تتخيلوا أنها قال ذلك، ثم قال لعل الرجل يعمل السيئات وبأجله يدخل الجنة. فعل الذي سمع هذا القول يستغرب، كيف ذاك، هذا الكلام عجيب غريب. فتقي الدين رحمه الله تعالى، ابن تيمية رحمه الله تعالى، حينما استعمل قوله دخل في تفصيله، استعمل قول حجة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تأول القول وقال المقصود وراء ذلك أن الرجل الذي يعمل الصالحات ويجتنب المعاصي أحيانا يصيبه فتنة، وقل من فهم هذا. فالرجل في هذه الظروف أحيانا يستصغر الآخر ويظن في الآخر أنه ضال
مضل وأنه أفضل منه إلى آخره. فينتقل الفعل إلى الاستكبار، والاستكبار من الكبائر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. ثم تأول قوله أعني الذي يعمل معاصي وبأجل يدخل الجنة، بأن الرجل في ذاك الظروف قد يكون يتواضع ويكسر القلب، يكسر، وإذا ذكر المعاصي يوما من الأيام يحزن أنه فعل ذلك، فيكون متواضع من أجله ويناب إلى الله سبحانه وتعالى من أجله ويرفع يده لله سبحانه وتعالى من أجله. فلذلك الذي يبكي خشية من خشية الله سبحانه وتعالى حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء عجيب يا إخواني، من الذي يعني فهم هذا؟ هذا أمور ينبغي لنا أن نكتبها على جدارنا ونعلم أطفالنا. حتى كانوا يقولون، قاضي أبي يوسف كان يقولون شيء فالمفروض أن نكتبها بالذهب، نكتب مثل ذلك في الذهب ونرفع على جدارنا ونقرأها قبل أن نجلس أو نتكلم أو ننظر إلى الآخر. So it's a very powerful statement to take into consideration based upon what we're talking about here in these contingencies. There's a statement by Sa'id Mujir rahimahullah ta'ala, who is considered actually one of the most knowledgeable successors, tabi'i, student of the Sahaba radhwan alayhim jami'an. And he says a statement that it could be that an individual does righteous good deeds, and because of it, it is a means that when they meet God of retribution, negativity, and nar. And it may be that a person does sins, and it is as a means with God, a means for happiness, a means of paradise, among other things as well. So a person might hear that and get completely confused at what they're used to hearing. But Taqi ibn Ahmad Taymiyyah, he did a very interesting ta'wil to it, interpretation in his explanation. He used a reference. And Taqiyuddin, as we talked about before, is considered a figure among many people to be very, you can say, very extreme in some individuals' lights, because of individuals out there that really have not grasped certain capabilities to approach certain knowledges. So what they have done, they cause more harm than good. Whatever the case, he explains it to say that a person who is in a state of righteousness and they are abstaining from outward actions could be a means in which the person starts to be arrogant, and he starts to look to the people that do mistakes and sin as smaller than them, as lower than them, as feeble beings, as people of sin. And as a result, his heart changes and it becomes arrogant. And arrogance in Islam is considered one of the major sins. Arrogance is described in Islamic philosophy as a person who looks down upon others, and from its attributes is they reject truth after they have understood it and comprehended it, out of arrogance, looking down upon others. Such a powerful statement. And it could be that the person who commits sin, on the other hand, is extremely humble, and because of it, their heart, you know, crumbles, you could say. That spiritual side of them, they are very sad by what they have done. And it affects them every time they think of it, because every one of us has made mistakes. But when you're sincere and you have a good heart, those mistakes could really be something of great benefit. So because of it, what happens, the person becomes humble. And he knows that he is full of mistakes. So why think of the other as feeble or smaller, and you in a greater position than him? But instead staying humble, and instead referring back to these mistakes and remembering who you truly are. And that's why you find many things that unfortunately people hold fast to has become a means for negativity than what it was intended. So Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, مثلاً أحيانا تحصل هذا بعض الشعائر يتمسكون به بعض الإخوان تمسكا شديدا ويجعلها الميزان والفرقان بين الصالح والطالح ومنه اللحية. فقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لا تجعل اللحية سببا للعلم. مثلا حتى التيس له لحية، التيس الحيوان له لحية طويلة، ومالك بن أنس كان له لحية طويلة، لا نستنكر ذلك. فأحيانا الناس يجعلون أمور بالأسف
فمن أجله هم يجعلون أمور أخرى وهو أفسد فيأتي بأكبر الضررين. So Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, this great imam who passed away the year 179 of the Hijri calendar, has a very interesting philosophy based upon this. People at times, they hold fast to outward appearances quite a bit. And they make this that the greatest criteria between righteousness and dispository actions, among others as well. One of the things he talked about is the length of a person's beard. And history was known, or is considered, a size symbol. You see, it was a symbol of things. And for some people now, a symbol of piety or knowledge, among other things. And he says, don't make it the criteria of knowledge. Don't make this the criteria of righteousness. Even the goat has large beards. Even the goat itself has a large beard. Malik ibn Anas is saying this, he has a large beard. But he's trying to teach people something to take into consideration, because people, they get confused about things. Back to the context what we're talking about. Arrogance over things, which these things were meant to make you better, was not meant to make you more aggressive. فَبِالْأَسَفْ أَحْيَانًا نَرْجَعْ إِلَى بَعْضٍ مُتَدَيِّنِينَ أَوْ الَّذِينَ يَنَابُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَتُوبُونَ إِلَيْهِ فَنَجِدْ غِلْظَ شَدِيدٍ وليس كذلك الذي تزداد إيمانه مفروض أن يتواضع أكثر ويكون أرحم وأحكم وأعلم ولا يستعجل فإن استعجال من الشيطان. So a person who increases in faith should become more humble. You see, they become more pious. They become more welcoming, friendly, wise, courageous, but knowledgeable. At the same time, strong, but weak at the same time in righteousness and goodness and piety and humility. Imam Ahmad رحمه الله تعالى أحيانا نسمع عن هذا الرجل فنقول ينسب إليه الشدة مثلا. لكن الذي فعلا درس المذهب على حقيقته بين يدي علماء وغير ذلك سجد أنها أوسع مما جعله الناس. على كل حال إمام أحمد رحمه الله تعالى مات في سنة 241 في الهجري في بيته كان فيه نمل فكان ما كان يريد أن يحطمن النمل فتكلم معهم كلام لو سمع ذلك الرجل يظن أنه هذا الرجل جان طلب منهم أن يخرجوا من البيت. تتخيلوا أن هذا الرجل كان يتصرف هكذا. بل شمس الدين الذهبي حينما تكلم عن إمام أحمد رحمه الله تعالى قال كان له أفعال لو بعض الناس في وقتنا بعض قال يعني الجهلاء والمتشددين هكذا عرفوا عن إمام مالك لطعنوا فيه. تتخيلوا أن إمام أحمد بن حنبل عفوا كان هكذا. فبالأسف عندنا ناس لا تنظر إليهم ما هم بحجة. ولكن في نفس الوقت أن نتفكر ونذكر أن الإيمان تزداد التواضع والمحبة والرحمة. So what's very interesting is that you find another scenario by Imam Ahmad رحمه الله تعالى, passed away the year approximately 241 the Hijri calendar. Now he's at home and ants enter his home, his abode, and he doesn't يحتمن, he doesn't crush them, he doesn't step over them, doesn't kill them, but instead speaks to them. Now if a person hears this, you think that this guy's, you know, he has a few loose dishes in his cupboard. But the philosophy behind that is the philosophy of piety and humility. And that there is a prophetic tradition that talks about these type of species to abstain from transgression against them. One of them is the ants, for example. So he actually speaks to them in a fashion and lets them be, and eventually they leave out. The point behind it is that Imam Ahmad, he had actions and doings that certain troglodytes in our time, they would think of this individual as a great corrupter. Because there is that unfortunate nucleus out there. And that person, this individual, for example, has caused corruption to the religion. And Shamsuddin al-Dhahabi, when he's talking about Imam Ahmad, he specified this specific wording. He said, where are these transgressors, these hasteful individuals, these people of anger? Had they known these actions of Imam Ahmad, they would have degraded him as well. Imagine that. And he's the great Imam. قولوا قولي هذا الصوف الذي يستغفر لنا الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله
والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيوم ما رفع إلى قاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى الذي مات في سنة 181 في الهجرية، كان من أكبر تلاميذ إمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، ويسمى يعني قاضي أبي يوسف قاضي القضاء، فكان قاضيا في العباسيين في خليفة العباسية مع هارون الرشيد وغيرهم. رفع إليه رجل قال أن كان له أرضا وسرقها هارون الرشيد منه، وهارون الرشيد هو الخليفة. فقاضي أبي يوسف ذهب إليه وتكلم معه وقال في أرض هكذا وهكذا، فقال هارون الرشيد أعطاني إياها أبي أو عمي وكما قال. فتكلموا وناقشوا المسألة وقال علينا أن نأتي ونقضي به، فذهبوا للمحكمة. فتتخيلوا أن الخليفة الكبير جالس بين القاضي القضاء ومعه رجل من الرجال في المحيط عشينا، فهذا الرجل طلب من الخليفة الكبير أرضه أو أرضا، فقاضي أبي يوسف قال له هل فعلت ذلك؟ قال لا، هم أعطوني هدية. فقال هل عندك حجة لذلك؟ قال لا يوجد لي أدلة إلا قولي يعني. فطلب منه أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، فسكت هارون الرشيد لم يحلف، ثم قال له مرة أخرى احلف بالله سبحانه وتعالى، فسكت. فقال الثالث فسكت لم يقول شيئا، ففهم ذلك قاضي أبي يوسف فعطى الأرض لهذا الرجل البسيط الذي عايش بين أيديهم، أعطاه الأرض. الشاهد يا إخواني التواضع لله سبحانه وتعالى والرحمة والمحبة والحكمة والعدل، وأن نطيع بما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم يعطي الحياة إيمانيا وجسديا ومعنويا. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. So there's a very powerful incident that took place with Qadi Abi Yusuf, who was considered one of the elite students of Abi Hanifa rahimahullah ta'ala. He passed away approximately the year 181 in the Hijri calendar. Qadi Abi Yusuf, he's considered the head judge of judges during that time. And at that time, the Khalifa's name was Harun al-Rashid. A man from the commoners goes to this Qadi, this judge, and he tells him, Harun al-Rashid, the Khalifa, he took land from me, he took it from me. That's my piece of land. So Qadi Abi Yusuf goes and he speaks to the Khalifa about it, and he says, this individual is claiming these things. You have anything to say? They discuss the matter, they went to court, they stand in court, and he asks Khalifa to show proof that this is your land, that this was given to you. And Harun al-Rashid, he stayed quiet. He says, I just have my statement. So Qadi Abi Yusuf asked him, why don't you swear by God a testimony on behalf of God that indeed this was something that was given to you by your parents, family? And he stayed quiet. So he said a second time, and he stayed quiet. He said a third time, and he stayed quiet. So the judge, he went through some elements of the system and the circumstance and the proofs and the minuses, and he judged for the common man. And he gave him that piece of land. And Harun al-Rashid left that piece of land. He left it be. The idea behind that is because what happens is in the Islamic philosophy, there are certain things that are reverberated for everybody to take into consideration. Whatever position you are in, everyone has some sort of authority, wherever they may be. They have some sort of voice wherever they may be. You could be a parent with your spouse, you could be a parent with your children, a husband with your spouse. You could be a person at work, you could be a person in law, you could be a person who speaks to presidents, you could be anyone from anywhere. You have some sort of authority. Things that should be taken into consideration that are missing from people's lives, other than wisdom, other than humility and piety, is the consideration of mercy, life. That's why the verse is a very powerful doctrine in the Qur'an. Answer the call of that which God and the revelation calls to of life, providing life.
حياة in an individual's lives. فإخواني وأخواتي هذه الآية آية ثقيل كبير شديد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أمر مطلق مطلق في كل شيء. إن كنت رجل تشتغل في البقال أو كنت رجل حاكم من أكبر الحكماء أو عالم أو أي شيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نادى بأبي سعيد العالية وهو يصلي ولم يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي. بعد ما انتهى من صلاته ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يقول الله سبحانه وتعالى استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هو قال لو كنت أصلي، قال ألم يقول الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ كلام قوي. فاستنبط الفقهاء يعني عجائب. الشافعية رحمه الله تعالى مثلا قالوا أن الرجل يصلي وكان في فرض خارج الصلاة وذهب يستجيب الفرض لا يبطل صلاته، يرجع إلى صلاته ويكمل الصلاة. إمام الأوزعي في الشام، إذا قلت إمام الأوزعي مثل ما قلت إمام مالك في المدينة، إمام الأوزعي في الشام قال أن الرجل في صلاته لو علم أن طفلا يكاد يقع في بئر أو شيء يجوز له أن يرفع صوته ويذهب ويحاول أن يمسكه ثم يرجع إلى صلاته. وأنتم تعرفون الصلاة عمود الإسلام، ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم الحياة. So such a powerful thing. Life, justice, mercy. Everyone has some type of voice wherever you meet. There are people that are beneath you in some form. It could even be your physical body, your intellectual self. A man is praying, Abu Sa'id ibn Adiyah, and he is in prayer as a companion. The Prophet calls him. He continues to pray his prayer. He finishes his prayer, he goes to Prophet ﷺ, and he says, I was praying. So the Prophet says, didn't God reveal the doctrine of answering the call of God and those he has sent as ambassadors because of that which they provide and facilitate of life? Of life. So he became quiet. It was very interesting, these jurists, Islamic jurists, extracting analogically, among other things, philosophical observations based upon this doctrine. Prayer is considered one of the most important things and the outward actions. So Imam al-Shafi'i, he says, a person in prayer, if there is an obligation connected to this element of life, among other things, outside of prayer, and a person stops his prayer to go answer that call, he has done righteousness. And if he comes back to the prayer, he can continue to pray, and it would be as if he never left his prayer. So whatever unit of prayer you're on, you just complete it. Imam al-Awza'i, another great scholar who was a scholar in the Sham area, the Syria, greater Syria area, if we think of Malik ibn Anas in Medina, al-Awza'i is in Sham. He has a very interesting philosophy based upon this verse, among other things as well. He says that if a person is prayer and he sees a child about to fall and hurt himself, fall into a well or something of this nature, it's okay if he raises his voice and calls for him and goes to him and stops him physically. And then he comes back and completes his prayer as if he never left his prayer. Because of those things that are foundational, because of those things that correlated, and prayer, you know, is a training for a person to become better. If you draw closer to God, it should have an effect. You should become a better person. And that's why the issue is when people start to become very pious, so it seems, unfortunately, they forget things that are even more important. فإخواني الإيمان سببا من الأسباب أن تتقرب إلى الله. نعم، ولكن الإيمان والطاعة مفروض أن تجد تأثيرها في حياتك، في أخلاقك وتصرفاتك وكلامك. فهذا من أهم الأمور. فأين الذي يفهم هذا؟ أين هم؟ إخواني وأخواتي، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Where are those people of humility and piety? Faith should make you a better person, a more welcoming person, a person that smiles more, is wiser, wants benefit to themselves, yeah, but also to society, even so much so, to your family, your neighbors,
This is the reality of what faith should bring out of in a person. These fruits, these sweets. والله تعالى أعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل نرجو رحمتك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك خير ولا نكفرك ونؤمن بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.